مرحبا في حلقة تانية من حلقات الدراسة، دراسة عن التشكيل الروحي اللي بنحاول نشوف فيها ايه اللي بيعمله ربنا وايه مسؤوليتي أنا ودوري علشان ربنا يقدر يحقق النمو وفي حياتنا بحيث إننا نوصل للدعوة المجيدة اللي ربنا دعانا إليها. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن القدرات والمكونات اللي موجودة عند الإنسان. وشفنا إن الإنسان عنده قدرات جسديه تمكنه من التعامل مع العالم المادي سواء من حواس من غرائز من اعضاء جسديه معينه بيقدر يقوم باعمال بالتالي جسديه وازاي انه ده مع الوقت اوقات كثيره بيحصل ان الانسان بيتعود على عادات معينه تصبح عادات جسديه ثابته معاه. شفنا كمان ازاي ان الانسان مخلوق اجتماعي وربنا اداله قدرات خاصة جدا تمكنه من العلاقات الانسانية مع الاخرين لانه فكر الله انه يعمل يصنع مجتمع انساني بشري تسوده المحبة والتآلف والتعاون. أعطى الله للانسان المشاعر اللي هي هبة عظيمة جدا بتدي طعم للعلاقات. أعطى الله للانسان الفكر اللي بيستطيع ان هو يحلل المعلومات اللي بيقدر يوصل ليها سواء عن طريق حواسه او غيره وبالتالي يقدر يستنتج نتائج. اعطى الله للانسان الاراده اللي بيستطيع ان يصنع قرارات معينه. اعطى الله الانسان القدره على العمل. واوقات كتيره اللي بيحصل ان الانسان مع الوقت برضه بتتحول بعض المشاعر بتاعته اللي تتكرر معاه على مسيره حياته الى حاله نفسيه معينه. في حياته تصبح شبه ثابته يميل اليها بتبقى زي الجو النفسي العام اللي هو بيعيش فيه ومنه بيتعامل مع الحياه ومواقف اللي هو بيواجهها وازاي انه كمان الافكار بتاعته بتصبح مع الوقت اقتناعات مجموعه الاقتناعات المختلفه دهية بتكون عنده ما يمكن ان نسميه منظومه فكريه في اعماقه من منطلق هذه المنظومه الفكريه الخاصه بنظرته الى نفسه، الخاصه بنظرته الى الله، الخاصه بنظرته الى الاخرين، الى الحياه تتحول هذه الى الاساس اللي بناء عليه من هذه المنظومه التي تكونت في داخله دون ان يعي، النهارده هو بيتعامل مع الحياه بيصنع قراراته بيتعامل مع الاخرين بناء على هذه المنظومه بينظر الى نفسه بناء على هذه المنظوره المنظومه التي تكونت الاراده بتاعته بتكون عادات تصبح صفات ثابته في شخصيته شوفنا كمان ازاي ان الانسان الله لانه مخلوق على صوره الله لعلاقه مع ربنا اعطاه الله قدرات روحيه تمكنه من التعامل مع الله من التواصل مع العالم الروحي الخير مع الله ان كان حتى الله لا يستطيع ان يراه الانسان او يلمسه بحواسه لكن يستطيع ان يتعامل معه بالحواس الروحيه اللي هي الضمير اللي بيعطيه مقياس اخلاقي للاراده الالهيه او كمان البديهه الروحيه اللي من خلالها بيستطيع ان يستقبل الاعلان الالهي الحق الروحي الانسان بناء على كده بيقوم باعمال بالتالي يقدر يعيش في علاقه وشركه مع ربنا انسان مخلوق عظيم مخلوق رائع الله اعطاه قدرات هائله عشان تمكنه ان يعيش ملء الحياه اللي ربنا خلقه لاجلها سواء مع المجتمع الانساني مع الخليقه اللي ربنا جعله سيد ليها او مع الله خالقه لكن حصل مشكله كلنا عارفين المشكلة دي إن آدم وحواء أغرتهم وأغراهم عدو الخير إن هما ليه يكتفوا بإنه فقط يكون ليهم سلطان على الأرض ليه يكون ليهم مرجع آخر غير أنفسهم قال لهم ربنا عالم إنه يوم تأكلا من, من الشجرة دي تكونان كالله ليه انتوا يبقى ليكم مرجع؟ ليه ربنا لازم تقول لازم هو يوافق على او لا يوافق على؟ ليه لازم ترجعوا لربنا وتبقوا خاضعين ليه؟ ليه يبقى في سلطة أخرى عليا فوقكم؟ ليه ما تكونوش كالله؟ ما فيش سلطة تاني فوقيكم. تعملوا زي ما انتوا عايزين. الفكرة كانت مغرية. آدم وحواء سقطوا في الإغراء دهوت. ولما سقطوا في الاغراء كان هناك نتائج مروعه على حياه الانسان البشري وحتى ايضا الارض صارت الارض ملعونه بسبب هذا لكن الانسان عانى عانى من كل النواحي اصبح حتى العمل بتاعه بالتعب والالم بالمعاناه والمشقه اصبح الحبل بتاع المراه بالالم تلد المشكله الكبيره ان اصبح حتى بينه وبين الانسان الاخر حتى الشخص الأقرب إليه صراع لأن الإنسان الذي أراد أن يصير إلها صار كل فرد منهم يريد أن يكون إلها فصار صراع على السلطة بين هذه الآلهة حتى بين آدم وحواء الزوج والزوجة بين الأخ وأخوه قايين وهابيل وهكذا عبر الأجيال المختلفة صراع على السلطة من هو صاحب الكلمة الأخيرة من هو المرجع الإنسان اللي مش عاوز يقبل أن يكون مخلوق عاوز يكون هو الإله نتيجة أخرى خطيرة جدا أن الإنسان الذي تمرد على الله وأراد أن يكون إلها هذا الأمر عمل حاجز بينه وبين ربنا. بعد ما كان ادم موجود في جنة عدن تعبير عن العلاقة مع الله، الله الذي يأتي إليه يتكلم معه ويتمتع ادم بالشركة مع الله، إذا بأدم نتيجة عصيانه يهاب الله، لأ، يخاف الله، يبتعد عن الله، يهرب من الله، لما بيجيله ربنا ادم بيختبئ. ادم بيطرد من الجنة تعبير عن هذا الانفصال الحادث الآن بين الإنسان وبين الله وتيجي الأجيال جيل وراء آخر بيتولد وبيأتي إلى العالم أخطأ آدم ويقول الكتاب دخلت الخطية بآدم وبالخطية الموت هكذا اكتاز الموت إلى جميع الناس مش بس لأنه آدم أخطأ لكن كمان لأن كل إنسان آخر أخطأ إذ أخطأ الجميع ورسالة رومية بتؤكد على الحقيقة دي بتقول الحقيقة والواقع اللي أصبح في واقع المجتمع الإنساني والحياة البشرية الشخصية أنه ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد فيش واحد يقدر يقول أنا, أص أنا أعمل ما هو كامل من الصلاح ليس ولا ليس ولا واحد الجميع زاغوا وفسدوا معا هنقول من اليهود هنقول من الأمم هنقول من الصغار هنقول من الكبار هنجوه. هنقول من الرجال هنقول من النساء الجميع زاغوا معا ايه دي؟ ايه اللي حصل الخطيه عملت ايه السقوط عمل ايه خلي بالنا من حاجه انه الانسان اللي كان مخلوق عشان يتمتع بالله لما انفصل عن الله مازال الانسان عنده كيان روحي مازال عنده ضمير مازال عنده بديهه قادر ان يتعامل بها مع العالم الروحي زي ما الحواس بتاعته بتتعامل مع العالم المادي مازال عنده القدره للتواصل مع العالم الروحي بس هو بعد ما بعد عن ربنا بعد ما مشي في طريقه متمردا على الله يريد أن يكون إلها أصبح الإنسان موجه أكثر للتعامل مع العالم الروحي الشرير بدل ما يستقبل من الله الإعلان والنور والحق الصافي والنقي والخير أصبح الإنسان بيستقبل من العالم الشرير كل ما هو مخادع وكذب لانه الكذاب وابو الكذاب فاظلم فكر الانسان يقول الكتاب اظلم قلبهم الغبي ليس من يفهم شوف الكتاب ليس من يفهم الناس فقد القدره على الفهم الحقيقي على الوعي بالحقائق أصبح اللي بيعرفه وفكروا أنه صحيح وحقيقي هو في الواقع باطل ناقص وعايش الإنسان بهذا المفهوم الباطل الناقص وهو يعتقد أنه صحيح عايش خدعة عايش أكذوبة بدل ما أن الإنسان يبقى بيتعامل مع الله المحب فيشبع بالحب الالهي حرم الانسان لما ادار ظهره لربنا من هذا الحب لكنه اصبح مفتوح على قلب الشرير بما فيه من بغضه من كراهيه يريد ان أن أن يضيع حياة الإنسان أن يفسد يقول الكتاب عنه أنه مش بس الكذاب لكنه أيضا إيه؟ القتال ما يريد أن يصنع الشرير هو أن يدمر حياة الإنسان والإنسان فاكر أن الشرير هو صديقه بيستمع آدم إلى الحية ولا يستمع إلى الله قايين يمشي حسب اهواءه وغروره وذاته وكبريائه بدل ما يمشي حسب كلام الله اللي بيقول له ان احسنت افلا رفع عندك فرصه يا قايين انك تحسن العباده انك تقترب الي بقلبك مش بس مجرد شكل الفرصه متاحه ليك ايه اللي خلى ذبيحة هابيل قبلت لأنه قدمها من قلبه اختار من خيار الغنم وسمانها عرف من هو الله وماذا يستحق هذا الإله القدير فجاب أكرم وأفضل وأثمن وأغلى ما عنده لأنه هذا ما يليق بالله لكن قايين لم يقدم أفضل ما عنده قايين عمل عمل روتيني شكلي اتعلم فقط انه من ادم وحواء ربما انه يتعبد لله ويقدم ذبائح فجاب من نتاج الحقل ليس افضل لكن مجرد من ثمار الحقل نقول ايه؟ نوع من الاحتقار لله لم يعطي الله مكانته حقه لكن ربنا في محبته بيقول له يا قايين عندك فرصة أصلح الله الذي يريد أن يعيد الإنسان أصلح إن أحسنت أفلا رفع إن لم تحسن ففي مشكلة خلي بالك من الصراع اللي موجود عند الباب خطية رابضة إليك اشتياقها يعني هذه الخطية الرابضة بيشبهها بالحيوان المفترس الذي يريد أن يفترس. خطية رابضة إليك اشتياقها يعني هذه الخطية تشتاق إليك تشتاق أن تسيطر عليك أن تتحكم به فيك. لكن أنت تستطيع أنت تستطيع أن تغلب أنت تستطيع أن ترفض أنت تستطيع أن تحسن. لكن قايين يس يستسلم لذاته وغروره وكبرياءه مين اخوه ده اللي يصبح افضل منه قدام ربنا اللي تصبح قرابينه مفضله عنه بهذه البغضة والكراهية التي استقبلها من العالم الشرير يقتل هابيل أخاه الإنسان بدل ما يتعلم الحب ويتمتع بالحب اصبح يمتلئ اكثر واكثر بالبغضه والكراهيه بدل ما يتعلم ويعيش مع الله حياه الاتضاع كمخلوق اصبح متكبرا مغرورا يريد ان يكون الها فتصارع مع الاخرين على الالوهيه على السلطه ونعيش مع بعض نتصارع معا بنقائصنا هذه التي تكونت في داخلنا بافكارنا الفاسده والعاطله والباطله والناقصه نتعامل مع بعضنا البعض نجرح بعضنا البعض نسيء الى بعضنا البعض بغض النظر عن مدى الاساءه ربما من جرح في الاعماق او ربما حتى الى اساءه جسديه عالم وضع في الشرير فساد للإنسانية وللإنسان هو ده اللي بيعبر عنه الكتاب بتعبير الخطية الأصل في الواقع تعبير خطية الأصلية تعبير مش موجود في كتاب ده تعبير قالوه اللاهوتيين عشان يعبروا عن فكرة ال... الفساد الكامل اللي اثار للانسان اللي بذاته بامكانياته بقدراته غير قادر ان يصلح نفسه ايه اللي ترصف في اعماق الانسان حياته الروحيه بدل ما يبقى فيه تشكيل روحي بالصناعه الهيه أصبح هذا التشكيل الروحي إيه؟ فاسدا تشوه روحي إيه؟ حتى ربنا بقي مش فاهمه فاكر إن ربنا عاوز يحرمه من الخير، حدوق الخير بيقول له إيه؟ الله عالم أن يوم تأكلا منه تصيران تكونان كالله، كأنه ربنا عاوز يحرم الانسان من افضل بركه يمكن ان تكون له كان الله لا يحب الانسان تشوه روحي فهم خاطئ عن الله ان الله جبار مسيطر متسلط لا يحب تشوه روحي أصبح الإنسان مش فاهم نفسه. مش عارف هو مين. لأن هو بيحاول يبقى إله وما هواش إله. <applause> أصبح الإنسان مش فاهم هدف وجوده، لأنه إذا كان هدف وجوده أصلاً إنه يعيش مع ربنا وإنه يكون مجتمع أخلاقي صالح إنساني صالح، أصبح الإنسان مش عايش مع ربنا ومش عارف يكون مجتمع إنساني صالح. طب ايه انا موجود ليه؟ هدف وجودي؟ انا مش عارف انا مفروض اوصل لايه؟ انا مش عارف. تشوه روحي. المنظومه الفكريه اتلخبطت فسدت فسدت في داخله نظرته للاخرين نظرته للحياه نظرته للقيم للمبادئ لاسلوب الحياه والمعيشه فسدت كلها مشاعره اللي المفروض كانت تبقى مشاعر تمتلئ بالفرح تمتلئ بالسعادة نتيجة العلاقة المجيدة مع ربنا نتيجة العلاقة الحلوة مع أخي الإنسان هذه المشاعر أصبحت مليئة بالجراح بالإحباطات، بالضيق، بالشعور باللا معنى وباليأس، أصبح مكتئب لأنه مش شايف طعم الدنيا، مشاعر تلخبطت، تشوهت، ومع الوقت تثبت أكتر وأكتر وتصبح حالة نفسية موجودة فيه، من نبع كل هذه هذا التي ترص في داخله عادات جسدية أصبح الكثير منها فاسدا أعمال أصبحت صفات أصبحت فاسدة اتجاهات معينة أصبحت فاسدة في داخله نتيجة لقرارات خاطئة 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 تتكرر حتى أصبحت صفات ثابتة في حياته توجهات ثابتة سيئة في حياته فساد الإنسان عشان كده الانسان محتاج الى تغيير فاكرين الصوره اللي بيصورها الكتاب عن الخزاف اللي على العجله بيصنع اناء يقول لي فسد الاناء لكن الخزاف عاوز مازال يصنع اناء جيد فبيرجع تاني بيحاول يعمله يشكله من جديد ده الله في محبته الذي لا ييأس الله في محبته الذي ما زال يريد للإنسان خيرا وأفضل خير فبيحاول إنه يتعامل مع الإنسان ليعيد تشكيل منظومته الفكرية ومشاعره يشفيها ويعيد حياته الروحية لتشكيل أفضل وأشبع بالله يعيد الإرادة بتاعته لكي ما يكون لها توجهات صالحة وهكذا الله يريد أن يعيد تشكيل حتى لما بنؤمن بالمسيح مش معناها ان احنا اول ما بنؤمن بالمسيح ان كل حاجه تغيرت فينا احنا مازال في تشوهات نحتاج ان تتغير نحتاج ان تصلح ان يعاد صياغه اشياء في حياتنا رسول بولس بيتكلم عن هذا الفساد اللي اصبح في داخله تعبيرا عن كل انسان اخر بيقول انا صرت مبيع تحت الخطيه على الرغم ان بولس بيقول ان انا عارف الناموس والوصيه وبقيتها صالحة وربنا عنده حق لما يعطي هذه الوصية طبعا في منطق هناك ده اللي يصنع السعادة للإنسان والمجتمع الإنساني أني لا أسرق لا أكذب لا أخدع لا أشتهي ده منطق منطق لا أقتل منطق صحيح الوصية صالحة والوصية عادلة لي وللآخرين تديني حقي وتدي للآخر حقه الوصية عادلة الوصية صالحة بس أنا مش عارف أعملها أريد أن أفعلها، أريد أن أفعل الحسنى. أجد الشر حاضر عندي، يعني إيه أجد الشر حاضر؟ أجد شيء آخر في أعماقي يسبيني إلى ناموس الخطية. يقول ناموس الخطية الساكن في أعضائي. الشخصية التي تكونت في داخله، كل ما ترسب من فساد من من جوانب الحياة المختلفة بتاعته نتيجة بعده عن ربنا. تزبيه إلى ناموس الخطية والموت. يقول أنا أصبحت إنسان مبيع. يعني مستعبد للخطية. ويحي أنا الإنسان الشقي. بولس بيكتب هذه الكلمات بعدما استنار وعرف الحياه الافضل التي في المسيح ادرك انه كان قبل كده شقي هو قبل ما تستنير حياته ويختبر المسيح هو كان فاكر انه ماشي في الطريق الجيد والصالح ويعبر عن نفسه في الوقت ده يقول أنا كنت شايف نفسي أني أفضل من الكثيرين من أترابي ده أنا عندي وعندي وعبراني من العبرانيين أنا في الريسي من الفريسيين <applause> أنا في الناموس بلا لوم <applause> في الناموس بلا لوم ده اللي أنا كنت فاكره عن نفسي ومن ناحية الغيرة الغيرة لله ده أنا كنت مضطهد الكنيسة لكن لما استنير أدرك انه في الواقع ده كله كان ذات انانيه ذات متكبره ذات قاسيه ذات بعيده عن الله ذات لا تعرف الله ذات لا تعرف الحب حتى الاشياء اللي اعتقدت انها بعملها بدوافع اشياء مقدسه بعملها للصالح لاجل الله اكتشفت انها اشياء فاسده بدوافع فاسده ويحي انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت وهنا رسول بولس بيعبر عن الشخص اللي كان بيحكم عليه بالاعدام ايامها كان احيانا الاعدام يتم عن طريق ربط الشخص المحكوم عليه بجثه شخص ميت الى ان يتعفن الحي ببطء ببطء وفي عفونة الموت تنزع الحياة منه حس إن ده كان وضعه إنه مرتبط بجسد موت جسد خطية في أعماقه في داخله مش عارف يتحرر منه فاسد لكن لا يستطيع أن يط... مقيد به يقود إلى الموت إلى النهاية المرعبة من ينقذني بيقول فصاح ثمانية ربنا عمل العمل العظيم اللي أنا ما كنتش أقدر أعمله ولا أي إنسان تاني يقدر يعمله لي ناموس روح الحياه الذي في المسيح يسوع قد اعتقني من ناموس الخطيه والموت شكرا لله على نعمته شكرا لله على محبته شكرا لله على صنيعه بس مش معنى كده إن أنا لما اتحررت من ناموس الخطية والموت إنه فجأة ومرة واحدة كل حاجة في داخلي في أعماقي صلحت لا ما زال في حاجات عاوزة تتصلح عشان كده برضو بولس بيقول أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت بعد أكثر من عشرين سنة من مسيرة مع المسيح بيقول بولس لست أحسب نفسي أني قد أدركت هناك بعض بعض أشياء تحتاج أن تصلح في حياتي هناك بعض جوانب تحتاج أن تنضج أكثر في حياتي هناك بعض جوانب تحتاج أن تتشبه أكثر بالمسيح هذه هي دعوتي أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني المسيح يسوع ربي رسالة كورنثوس بيقول الرسول بولس انه في خليقه جديده بتجيلنا بيمضي عتيق وياتي جديد وهنا بيتعب بيعبر عن عمليه من التغيير التي فيها يمضي العتيق وياتي الجديد واحنا عاوزين نعطي فرصه لله ان يتعامل معنا على مر عمرنا وايامنا لكي ما يمضي القديم ويأتي أكثر وأكثر بالجديد لكي ما ينضج الثمار والبذار الصالحة التي زرعها في قلوبنا بالنعمة اللي قبل قبلناها بالإيمان بزار الحياة الجديدة عاوزين ندي لربنا الفرصة وإحنا متاحين ليه مسلمين ليه لا نقاوم لكن نعطيه الفرصة أن يشكل حياتنا لكي يملاها بكل ملء الله. دي الدعوه ده اللي ربنا عاوز يحققه وقادر انه يحققه دي الحياه المجيده اللي دعينا لها احنا ما دعناش فقط مجرد عشان تبقى مغفوره لينا خطايانا لكن ما زلنا بنعاني في حياتنا من ضعفاتنا ومن اخطائنا والناس تعاني منا ونحن نعاني منهم الله دعانا لكيما نكون افضل ولكي ما نصنع الافضل للاخرين فيتغير ايضا الاخرون ونتغير معا الى تلك الصوره عينها يعني نتغير من مجد إلى مجد. الله يريد أن يشكل في حياتنا. في أوقات بنبقى عندنا الرغبة والأشواق إن ربنا يكمل العمل بتاعه فينا. عاوزين نبقى أفضل. بس مش عارفين إزاي. هنحاول خلال الحلقات دهية إننا نشوف إزاي ممكن نطلق يد الله الفاعلة في حياتنا. كيف نرحب بهذا العمل كيف نعطيه الفرصه ايه القدرات والقوى الالهيه التي تعمل في حياتنا لتغييرنا وايه دورنا احنا ايه مسؤوليتنا احنا علشان ندي لهذه القوى الفرصه لكي ما تحقق الاشواق الالهيه التي ايضا اصبحت اشواق في اعماقنا المؤمن ما أدعو لهذا. ما أدعو إنه حتى وإن كان جرثومة الخطية إستولت على البرنامج بتاعه وأفسدته من الداخل. الفيروس بتاع الخطية اللي دخل على البرنامج بتاعه وأفسده عاوز الله يجي مرة تاني ويعيد تشكيل وتكوين البرنامج ده من جديد عشان يعمل يعمل ما هو أفضل للإنسان وللخليقة وللإنسانية ترجع تاني الحياة زي ما كان في مقاصد الله العليا أتمنى ونصلي أن خلال هذه الحلقات نستطيع أن نفهم أكثر بل أيضا أن نستوعب وأن نمارس فنختبر وننمو من يوم إلى يوم حسب صورة خلقنا أمين شكرا دي حلقة من سلسلة حلقات إن شاء الله نكملها مع بعض فرصة للي عنده أي أسئلة في اللي قلناه أي أمور تحتاج استباح ممكن نناقشها مع بعض تفضلي إزاي أشيل التفكير اللي أنا بفكر فيه إيه إن أنا ليه ما زي ربنا إيه أو إن أنا ما كنتش ليه زي ربنا ان انا اعمل معجزات ان انا اعمل حاجات كتيره ان انا اخلق ان انا اعمل اي حاجه طب ازاي ان انا حش التفكير دوا لان هو ربنا طبعا ليه يعني ليه ان هو قدوس ان هو ملك فانا ازاي حش التفكير اللي انا بفكر فيه اوكي اشكرك لازم افضل يعني الحق هو مواجهه الواقع النا... الإنسان أن يعيش في النور أن يعرف من أنا من هو الآخر من هو الله هي الخليقة لو أنا هفضل دايما أفكر بإني أنا عاوز أبقى زي ربنا أنا بعيش فكر آدم اللي سقط أنا هبتدي من فين أبتدي من أن أنا أدرك الحقيقة أني مخلوق أني محدود لن أكون مثل الله لكن لما أبتدي من هنا الله بياخدني ويمشي معايا ليصنع من حياتي حتى كمخلوق حياه مجيده حتى كمخلوق يشركني في مجده ادم كان عنده هذه الفرصه المباركه انه بيشارك الله في مجده المسيح في صلاته الشفاعيه بيقول ان تعطيهم المجد الذي اعطيتني دي إرادة الله بس برضو ونحن إيه؟ مش آلهة لكن ونحن مخلوقين مش هينفع إن المخلوق يصبح إله مش هينفع إنه المحدود أنا يصبح لا محدود أمر مستحيل أن يكون فالبداية تكون بمواجهة الواقع أني إنسان محدود مخلوق أحتاج للخالق اشكر الخالق اشكر الله اللي بيعطيني فرصه ان اكون في علاقه معه واشكر الله الذي يريد ان ياخذني ويشاركني مجده على الرغم من محدوديتي وضعفي كانسان مخلوق شكرا سؤال اخر تفضل هل التشكيل الروحي او الاعاده اللي ربنا عايز يعملها في حياتي دي بتلغي شخصيتي ولا بتوجه الشخصيه بالقدرات المختلفه اللي فيها لمجد ربنا اشكرك آه آه التشكيل مش بيلغي الشخصيه لكن بيصلح الشخصيه بيصلح التشوهات اللي اصبحت في الشخصيه احنا بنتكلم عن الشخصيه بالمعنى اللي انا ذكرته ده اللي هو ما تكون في الانسان واصبح زي الثوابت في حياته النفسيه وفكره ومعتقداته وتوجهاته أصبحت أمور زي الإنسان متبرمج إنه يعملها وبيعملها تلقائي أصبح الكثير من دي فاسد غير بناء التشكيل الروحي إن الله يصلح هذه الأمور علشان تبقى شخصيتي شخصية أكثر نضوجاً أنا أقدر نفسي حتى أحترم نفسي أكتر أحب نفسي أكتر أقدر بالتالي أكون محبوب من الآخرين أقدر بالتالي أعيش مع الآخرين بصورة أفضل أحبهم بصفاء بنقاء فهنا كده أنا بأصبح الإنسان الأفضل ده اللي ربنا بيشتغل عليه عملية إعادة تشكيل لإصلاح الفاسد لشفاء الجراح فبدل ما ان انا بتصرف واتعامل مع أنا بنفس جريحه فبتبقى انفعالاتي وردود افعالي وقراراتي مبنيه على هذه النفس المجروحه المستاءه اللي فيها نوع مقت وغضب لكن الان انا يمكن ان اشفى فاتعامل بنفس صافيه هاديه مستريحه فيها سلام ما فيش هذا الغضب والضيق والرغبه في الانتقام فيها الرغبه في الحب واعطاء المشاركه والتعضيد للاخرين نفس صالحه هذا هو التشكيل الروحي المنظومه الفكريه اللي فسدت ربنا بيعيد تشكيلها عشان تصلح هذه المنظومه فيبقى عندنا معتقدات صالحه وحقيقيه عن الحياه بدل المعتقدات الباطله العاطله شكرا سؤال اخر تفضل حضرتك كنت قلت ان الشيطان بيلقي فكره في اعماق الانسان ازاي الشيطان ليه ليه سلطان يلقي فكره في اعماقي هل ليه سلطان انه يدخل جوايا آه ليه سلطان انه يقتحم ارادتي يعني الله اداني اراده حره واداني ان انا آه يعني اقول لا او اقول ايوه ازاي الشيطان آه ياخد فرصه زي كده يعني حتى إنه هو بيستغلها في الـ في في الجنة بيدخل جوه الحية وبيتكلم وبيقنع طب فين ربنا ما منعش كده؟ ليه؟ اوكي اشكرك مش معنى انه الشيطان بيلقي بفكره بان الشيطان دخل الى الانسان دخل الى اعماق ادم لا دي فكره يمكن لادم ان يرفضها خلص الموضوع كان ممكن يقول له لا مش كده ربنا ما قالش ما ناكلش من كل شجر الجنة قال ما ناكلش من الشجرة دي بس دوكا بيقول له بس دي بقى انت لو كلت منها تصير عنك الله مين قال أكذب ربنا خلي بالك بيقول له ايه لن تموتا ربنا قال تموتا هو بيقول له لن تموتا كان قال له أنا مصدق ربنا أكتر الشيطان مجرد بيدينا افكار بيحاول يوحي الينا باعمال بالاراده الحره الموجودة عندنا يمكن ان نرفض او ان نقبل الكتاب المقدس حتى بيورينا ان في تجربه المسيح على الجبل في البريه الشيطان جاله بهذه الافكار الشيطان لم يدخل الى المسيح لكن الشيطان ادى رمى افكار، المسيح عمل ايه؟ رفض هذه الافكار. رد عليها قال له ابعد عني يا شيطان. قال له الكتاب بيقول الله الاب بيقول هنا ده بالاراده بيرفض هذه الافكار، وده اللي نستطيع احنا ان نعمله. او اننا بالاراده نستسلم، نقبل، نرعى هذه الافكار في داخلنا. ونعيش بها فتكون النتيجة أننا نظلم ونبع ونبعد عن الله شكرا معلش حاج جسيس في كان في فكرة حابب أسأل حضرتك فيها في رسالة يهوذا عدد 19 بمناسبة أن احنا بنتكلم عن التشكيل الروحي في عدد 19 بيقول نفسانيون لا روح لهم فأنا عايز أعرف إيه الفرق ما بين الشخص الروحي والشخص النفساني وازاي ما اوجعش نفسي في فكره ان انا اكون شخص نفساني مش روحي اه هو ده تعبير عاوز يقول بيه ان هم مش بيسيروا حسب الفكر الالهي مفيش التواصل الروحي مع ربنا لكن هما بيسيروا حسب فكرهم الجسد الانساني الطبيعي الساقط ده ده المعنى بتاعها ازاي بقى انا معيش بهذه الطريقه واعيش اللقاء والعلاقة مع الله واستقبل هذا الفكر هو ده التدريب اللي انا محتاج اعيش بيه يوم ورا الثاني اني اعلم نفسي واتدرب ان اقمع جسدي اني اتعلم الحق فارفض الباطل اني اتواصل مع الله واستقبل منه القوة والنعمة والحق والنور والمعرفة فارفض كل ما هو فكر خاطئ واعيش بالحق الالهي المعلن الذي هو الحق فعلا المسيح هو الحق، الله هو الحق، الروح هو روح الحق، ما هو يخرج عن هذا هو مشوه وباطل. فأنا محتاج إني أتعلم مع الأيام ومع الزمن كلمة الله الحق، أتعلم أكثر عن المسيح الحق المتجسد فاستطيع أن أرفض الأفكار الإنسانية والنفسانية الباطلة والعاطلة. أمين؟ شكراً. أي سؤال آخر؟ ايوه اتفضلي انا سؤالي هو ليه الحرب دي دايما مستمره بيني وبين الطبيعه الفاسده يعني بولس الرسول برغم ايمانه القوي ده فضل يعاني من الطبيعه ديت انا ليه مفروض طول الوقت لازم اعاني منها اه اشكرك هو ما نقدرش نقول ان بولس الرسول قعد طول وقته وعمره يعاني من هذا هو في رساله روميا صح سبعة بيشرح المرحله دي لكن هو بعد كده بيقول اشكر الله ان روح الحياه في المسيح قد اعتقد ويتكلم عن السلوك بالروح مش معنى كده انه الانسان يصبح آه غير مجرب لا هيبقى مجرب بس هتبقى انتصاراته اكتر من هزائمه اكتر واكتر هينمو وينضج ويستطيع ان يقاوم اكتر واكتر اعماقه بتتغير وهتبقى الطبيعي انه بيعمل الصالح بدل ما كان الطبيعي انه يعمل الباطل كل ما الانسان نما كل ما الانسان نضج كل ما الانسان تغير كل ما كان الاعماق بتعبر بالحب بالتواضع بالايمان بالثقه بالتسليم بالغفران للاخرين بالمساعده بالخدمه المخلصه النقيه الطاهره ليه لأن الاعماق تغيرت دي يعني يعني عمليه مستمره من التطوير والتغيير مستمر مش مفروض الانسان يفضل دايما مهزوم مهزوم ده معناها ايه معناها أننا لسه زي بيقول بولس جسديين ما جسديين اطفال في المسيح لكن الطفل ده محتاج ان هو يكبر ويستطيع ان انه يكبر يستطيع انه ينضج شكرا اشكركم وان شاء الله نلتقي في حلقه اخرى نصلي انه الحلقات دي هي كلها تبقى غنى لحياتنا وتساعدنا اننا نمشي مشوار التغيير حسب إرادة الله الصالحة لينا ربي يبارككم ربي معكم